طريني على عرف واش يهدر فاهم. ثم دوزيامي شو طون رايك بدون شوطين؟ شفتوا تاكتيك معبك، احنا خاسرين تخاف. شفتوا دوزيام ميطون يبداو يطلعوا، الناس كل تحب تماركي يزيد لك الدوزيام بيوت. هاك شفت ديجا احنا جاتنا جاتهم اوكازيون تاع الثانيه هذاك، يعني كان مبولح يعني صدالها، يعني هذيك هذاك اسمها هذيك الكره كان ديراري مليح. هذيك هي اللي بالك اللي زاد ولات دخلتنا بيها في الماتش، عرفنا كيفاش نماركي وجاتنا اوكازيون ماركينا بها البيوت، عرفنا نسكروا، عرفنا كيفاش نجيرو هذيك ال 20 ولا 30 مينوت اللي قعدت هذيك. الحمد لله يا ربي. تعرف من بعد فرحه كنت مشارك يعني في الهدف تقريبا من كره ميته حولتها المخالفه والمخالفه جاب بها الهدف. ممكن طلعت على الصوره يعني الهربه تاعك تاع الكره الميته ربطوها بالهربه تاع جاريت بيل في نهائي كاس اسبانيا، درت المقارنه تاع ولا شفت الصوره مش تاعك؟ انا ما نحبش الريال، انا نحب البرزا، ما نحبش نحكي على بيل وهي مع البرزا ثاني فهمت، ما غير ما تكومباريهاش. جاتك صامته كي كومباري كنت جا واحد متاع البرزا بالك تعجبني كي جا متاع تاع معليش ذكرى سيئه ايه نورمال فاهم. المهم جبت كوفر وماركينا بها والحمد لله يا ربي. اكيد اول حاجه ديروها انتم اللي جوا واش جاتك في الكلام؟ اول حاجه يعني تفكر بها انك ديجا دخلت التاريخ، ديجا درت حاجه اللي ما ديروهاش اللي قبلك فاهم. الحمد لله يا ربي يعني الواحد. والحاجه الثانيه هي ديجا احنا غير بحنا ما خممش روحنا، خممنا واش راهو صاري في الجزائر. انا واحد من واش درتها الاولى الحاجه اللي درتها الاولى باه تعرفوا واش صاري في الجزائر. والله انا واحد من اللي جوار قاعد نيماجيني كيفاش راهو صاري في الجزائر فين، باسكو على بالي بلي الناس كامله كامل الناس على بالي بلي الناس كامل فرحت العجايز الاولاد صغار الشيوخ الناس كامل. وهذيك هي الحاجه اللي فرحنا عنها بها بزاف، سما فرحنا للناس هذو اللي فرحوا اكثر من الفرحه اللي فرحناها احنا فاهم لنفوسنا يعني. الحمد لله يا ربي. متاكد انك كنت تتصل ديما بالوالده بها تعطيك الاجواء والبيت يعني في كل مره كانوا الانصار يجيو يفرحوا تول البيت تاعكم انتم في 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 طنجه واش كانت تحكي لك؟ كنت نعيط له هي الوالده فاهم، واش كاين واش ما كاينش واش رايك كيفاه. ديما من نعيط لها نلقى العائله، ديجا العائله تاعي كامل في الدار، نلقى الناس حبيبي صحابي خاوتي يفرحوا، هذيك هي الفرحه والله. ما نقدرش نحكي لك واحد فرحه كبيره بزاف فاهم. الحمد لله الواحد كيف فرح الوالده تاعو فرح صحابه فرح الشعب تاعو ولاد بلادو الحمد لله. هذيك هي الصح، هذاك هو الصح. مع التأهل كنتوا عارفين بلي حين تلعبوا مع الفريق الألماني يعني لأنه كانت المجموعة الأخرى خلصت يعني مقابلتها، بعد فرحة التأهل أكيد تدخلوا مباشرة ألمانيا 32 سنة للوراء، فوز الجزائر تواطؤ ألمانيا مع النمسا، الحكايات هذو كل كيف كنتوا تحكيهم بيناتكم أنتم كلاعبين أو مع المدرب أو مع مسؤول الاتحادية ورئيسها محمد عورة؟ سي فري هي كتعرف بلي يعني بعد ما شاء الله تكاليفينا ومن بعد 3 ايام وتلعب معهم، ثم لازم تنسى الفرحه هذيك، لازم تخمم في الماتش الجاي فاهم، باسكو تقعد تفرح تلقى روحك ديجا في الماتش فاهم. تسمى هذه الحاجه المليحه يعني في ليكيب ناسيونال تاعنا، هذه الحاجه اللي نظن بلي هذا هو السر تاع النجاح تاع يعني الجروب تاعنا. سم سيفري فرحنا بيان كل واحد، مي تجاوزنا هذيك الفرحه فاهم وبدينا نخمو في الالمان، بريبارينا بيان وتفاهمنا ميم الالمان، لعبنا مع منتخب قوي وعلى بالنا بالمعمل رايحين نلعبوا فاهم. حتى يعني كي نتفرجوهم في لي فيديو كي تتفرج باغ اكزومبل دي زيكيب اخرين تلقى نقاط الضعف تاعها المهم ما تلقاش الالمان ما لقيناه ما تلقاش ما تحوس لهم نقاط ضعف ما كانش، ثم لازم انت تكون قوي سينو ما عندكش علاش تلعبك فاهم. الحمد لله اخر تاع الصيام تطرح لكم المشكل في اليوم الثاني وجيت مع السيام فوالا جيت مع السيام ديتوها مع امام الفريق الوطني ديجا جيت يعني صلاة الجمعة نشفيها صلينا صلاة الجمعة فما هدر في تاع يعني الإمام قلنا فوالا يعني كلش قلنا تقدروا تفطروا هو ما حتم ما قلناش أفطروا مي قلنا راكم تقدروا تفطروا الحق يعني الواحد مي ومن بعد هذيك تبقى على الجوال كاين اللي يحب يصوم اللي ما يحبش يصوم هذيك بينه وبين روحه هو يشوف روحه فاهم. وسرى بينك وبين حليش وبالكلام والله ضحكة فاهم باسكو السحور ما تقدرش تنوض السحر. انتم تفهمتوا تصوموا؟ بيان سور احنا تفهمنا نصوموا حتى مبولحي تفهمنا نصوموا، ثم كاين سحور
وكاين فطور تسمى الفطور تاع الصباح هذاك تاع اللي فاطني تسمى باسكو الناس كامل الناس كامل تخطب لي تسمى القرار كان بلي ديك تفطر تفطر فوالا. احنا ما نظنش نصحرو نظن زعما نفطروا. انا غير دخلت قد دو جوار ما نجبدهمش قلتهم اون فاصل يدي جاي ياكلوا فاهم جيني الضحك بديت نضحك وانا على بالي ديجا نويت في راسي بلي حنصوم. بعدك تعرف قدام الناس ما تقدرش قدام يزونترين هيرنا فاهم فما رحنا جبنا ماكله و... وتريشينا فاهم خدمنا الخدمه كما يقولوا فتت الخبز وطيح منا وديك فاهم كاين هذاك واش يقولوا له مسفوف طيحوا شويه في الطابله هكذا ومع لي سيرفير عاونونا فاهم مال قال لي حركتكم لي سيرفير فاهم ماك تعرف والحمد لله يا ربي صمنا وكشفت. انا بالك دخلت دوزامي طون مالغري كليت تسحبيت تسحبيت دقلك فاهم فطرت على تسحبيت دقلك دقيقه 35 تفطر دقيقه 36 هكذاك وكي ما حليش ومبولحي وبالكلام كشفت لعبوا صايمين و يعني بداروا ماتش ماتش ما نقول لكمش المسؤولين ما فيقولوا اني بيعت بهم دوك انا يعني بيعت بهم عاد ما ري بالو فاهم مي الحمد لله كشفت يعني ربي كان معانا وتحس متحس بلي كنا صايمين ولا لعبنا نورمال في اللقاء مع الالمان. يعني انت كنت في المقعد وكتحسيت بلي الجزائر قادره يعني كان الوقت يمر والبدايه كانت مليحه سجلنا الهدف اللي تاع سليماني اللي في يعني وضعيه التسلل ببضع سنتيمترات وكتحسيت بلي الجزائر قادره ديرها وتتاهل او على الاقل تجر المانيا الوقت الاضافي. والله الدخله اكشفت كيفاش لعبنا العكس تاع الماتش تاع روسيا الدخله اللي دخلنا مع الالمان دخلنا مليح عرفنا كيفاش سوتو البلاسمون تاعنا الوقفه تاعنا يعني في التيران باسكو احنا ما نكذبوش على رواحنا كنا نستنوا في الالمان يا كريم ضغط منهم دخلنا لقيناها باللي نقدروا زعما بدينا نتاكي وجاو لي زوكازيون جات هذيك البيوت تاع سليماني ومن بعد جات لوكازيون تاع فوغولي ولا قبلها تاع فوغولي ومن بعد جات وراها تاع غلام كيفاش كيفاه دخلنا هذوك لي زوكازيون هذوك هما اللي دخلوك في الماتش بعد لقيناها باللي نقدروا. شفت الماتش كيفاش عقب جاتنا هذيك التكليحه تاع برونوغاسيون واحد ما كناش نستناو فيها شفتو البيت الاول البيت الثاني كفاهم الناس كامل طلعت باسكو ما بقاش ربع ساعه اكشت يعني الدوزيام بيوت كيفاش تماركا والبيت تاعي جا في الاخر ما غالب قبل الهدف الثاني تاعك كي دخلت تاع وقعت لك واحد الاحتكاك هكذا وشبه شجره لفظيه مع فيليب لام واش قلت له واش قال لك وش ما عندي نقول له هو ميف انا من فهمه وهو ما يفهمني هو هدر هدره وانا هدرت له هدره مليحه بالجزيري ياك فهمه ما باسكو هي توش نورمالمون جات توش فما وانا جيت قستو عفستو هو معك فيش قال ما عرفوش هدرك شغل كي شفت في وجهه شغل هدر هدره باين بلي تقلقك فاهم راك تعرف احنا الجزيريه دمنا سخون وذاك ثم سير راح ريبوندي له ايه سما انا ما فهمتني هو ما فهمتش انا ما فهمتوش هو السير ما فهمنيش فاهم ما الهدف تاعك فرحت به بزاف يعني خاصه رغم انه باين يعني الوقت اللي انتهى وماكش راحين نرجعوا في النتيجه ما فرحت يعني فرحت النفسي انا باسكو دوزيام بي تي في لاكوب دي موند مع حارس كبير نير كفاهم مع احسن حارس في كاين تقعد لك هذه في التاريخ فاهم ومن جهه اخرى تعرف شغل خسرت واش والبي تي ما دار والو فاهم انت ثم فرحت ثم الجروب فرحت نفسي انا برك هذا المكان الهدف هذا لحقك يعني بتولي من هدافي الجزائر في المونديال مع سليماني بهدفين يعني اكيد تبقى حاجه تاريخيه بيصير حاجه تاريخيه تعرف اول مشاركه لي في لاكوب دي موند تماركي دو بيت ولا المانيا فاهم مش حاجه سهله بيصير راح تقعد لي في التاريخ ونقعد ديما نشفع عليها اكيد قيمه النتيجه تاع المانيا زدتوا حسيتوا بها اكثر اليوم لما ألمانيا سحقت البرازيل بسبعة واحد يعني في ميدانها سي فري ما البالو هذا ما تفهم والو والله يعني ماتش البرازيل دومي فينال والبرازيل مع ألمانيا وفي البرازيل وسبعة شو احنا قلنا كلمة نحكيها شوية على الألمان والله قلنا كلمة عليها لونترينير قبل ما لعبوا معه قلنا هذا ولو كون زعما يلقوكم ضعاف على الألمان والريزلت تاع زعما تكون زعما نتوما يستاهلوا ما يعطيكم 10 قلنا ما يعطيكمش 10 يعطيكم 11 كفاهم صح وسي فري شفت اليوم مع البرازيل سبعه ما كانش هما ما يلعبوش مي احنا كنا بيان نظن بلي كنا ديجا حكينا على الماتش هذاك
اليوم كيف خليتهم 1-0 ومن بعد سمعتهم 5-0؟ خليتهم 1-0 ودخلت نصلي، خرجت قالوا لي 5، انا ما امنتش، حتى رحت شفت بيان ريزولت قلت وقيلا مغلطين، ورجعوا 2-0 وقالوا 5. ومن بعد سمعت ما كملتش الماتش 5-0، ما حبيتش نكمل الماتش 5-7 بزاف. رجعتوا للجزائر لقيتوا ديجا الناس في استقبالكم ومسؤولين دولة جماهير، انت اكيد اول مره تحسها مع وفاق سطيف هذيك بصح، لكن المره هذه طبع اخر وعدد اخر وفرحه من نوع اخر يعني. بيان سير، راك تعرف هذيك وفاق سطيف بالك تمثل ولايه، ملي كيما صونات تمثل الجزائر كامل، تمثل الدوله كامله. يعني تروح تلقى يعني الغاشي هذا كامل في فلايروبور، ومن بعد تروح الاجي سونتر. يعني هذيك هي يعني من انا نحكي، هذيك هي الحاجه اللي نظن هذيك هي الحاجه الكبيره اللي درناها احنا، هي تشوف الشعب هكذاك، ولاد صغار كبار، عجايز نسار جالك فاهم، يفرحوا. نظن باللي هذيك هي الحاجه المليحه اللي درناها، والحمد لله ربي يعني اللي قدرنا وفرحنا الشعب تاعنا. يعني فرحه ما تتنساش، مالغري ما كناش حاضرين في لي ماتش، كنا بعد مي كنا نتبعوا في كلش فاهم، كنا نشوفوا في لي فيديو، نشوفوا في الفيسبوك. مي هذيك هي الحاجه المليحه. حكايه الالمان وحكايه السياره، سياره بورش كيان ويسجل الهدف، علمنا بلي انت ما كنتش على علم بهذه القصه تماما يعني. والله ما كنت على بالي، حتى انا روحت للجزائر باش حكيوا لي واحد، انا فوق الكاميو ذاك نفرحوا واحد يدير لي فيديو هكا، نقول لهم درت لهم، بعد قالوا لي حكيوا لي صحابي. قلت لهم والله ما على بالي حق، انا ملعب ما مشي ماركيتو خمم، والله ما كنت على بالي بالبورش هذه. ايه ما كان والو، ما كاين بورش مزيت ما لحد الان يعني. ممكن علمنا بلا حتكون في حفل في العاصمه يوم الخميس، نستدعاك الوالي عبد القادر زوخ ولي العاصمه للحفل. على باليش على الوسط يعني، ان شاء الله ماذا بيا انا، حاجه كي تجي كادو مرحبا بها، ما تجيش ما كنت مراش نلعب على جال بورش فاهم. هذه كرمات كان ايضا سلطات سطيف عطاوك زوج اوسمه كبار من الناحيه المعنويه يعني، وسام المدينه ووسام الاستحقاق، كيف تلقيت يعني التكريم تاعك؟ بيان سير، هذه حاجه كنت على بالي بها يعني، باللي ولي سطيف يعني مش راح اسمه مش راح ينساني في حاجه كيما هذه، يعطيهم الصحه. حاجه كيما نقول لك حتى انا نعتز بها يعني، ويعني ناس يعني الرجال تاع الولايه تاعي كرموني وفرحوا بيا، حاجه مليحه ليا ومليحه للعائله تاعي فاهم. نقول لهم كثر خيركم ويعطيكم الصحه كامل. الان من القمه الرياضيه يعني، جابوا قبل المونديال مش هو جابوا بعد المونديال، كان عندك اتصالات من قبل اكيد، المونديال زاد لك اتصالات اخرى، من بين الاتصالات كان في فرنسا وفي تركيا، وين عدت يعني مش شنو الفرق وين عدت لهذه الاتصالات؟ يعني الفرق حكيت على زوج فرق اللي رين هدرت مع الديريكتور سبورتيف تاعنا تاع الكلوب افريكا، عيطوا لهم ليهم، ما عيطوليش لي انا، عيطوا لهم ليهم هما وليل يعني، انا اللي هدرت معاهم. اتصلوا بك مباشره؟ اتصلوا بي مباشره، وحتى قطر يعني سمعت قطر وايكيب في تركيا ثاني سمعت بها، عيطوا لي كيف ما عيطوليش ليا، باسكو لي بينو بلي كنت في لاكوب دي مون، زعما كونتاكتو ديريكتومون الفريق تاعنا. ما وين وصلنا والله مازلت ما ديسيديت والو، باسكو نورمالمون هاد الايام تروح لتونس، نقعد ان شاء الله نتلاقى مع البريزيدون تاعنا ان شاء الله ونحكيو، اللي جابها ربي مرحبا بها. مازال ما قررتش بين الباقه في تونس الذهاب لوجهه اخرى؟ مي تعرف مازلت لي كونتر، مازال لي عام، لازم الواحد كما يقولوا يقادر ليكيب تاعو فاهم كيفاه، باسكو مازلت لي كونترا، ما نقدرش ندير حاجه هكذا من راسي، لازم عندي اداره، عندي بريزيدون لازم نتلاقى بيه، لازم نشاورو، لازم نتفاهمو فاهم. ومن بعد ان شاء الله اللي كتب لي المكتوب ونخرج مرحبا، اللي كتب لي المكتوب نقعد ثاني، واحد ما على بالوش، انا جامي ديما نخليها على ربي، ان شاء الله اللي فيها خير يجيبها ربي لك يعني. الفريق الوطني الان زاد عليكم الضغط، بدات الناس تتحدث على ماشي تصفيات كاس افريقيا فقط، بل ضروره يعني الحصول على كاس افريقيا 2015 في المغرب، في سبتمبر تبدا تصفيات من البرازيل، تلقاو روحكم في اثيوبيا، راكم جاهزين معنويين؟ بيان سير، لازم تعرف كيما قلت لك، احنا ديجا ولتنا اكسبيريونس هذه، ولينا نعرفوا كيفاش نسيروا الحوايج. بيان سير احنا مازلنا ما تكاليفيناش، انا كتروازي كيف نلعبوا كونترهم،
ماهيش ماهوش ساهل باسكو تلعب في البرازيل وما دي غران يعني مع اثيوبيا مش حقره ولا ميك تعرف كاين ظروف تعرف لافريك كيفاش ماهيش راح الظروف اللي لقيناها في البرازيل راح نلقاوها في اثيوبيا سما لازم احنا ديجا مولفين بهذا الاسمو لازم بريباريو بيان ان شاء الله الى تكاليفينا ومن بعد لاكوب دافريك ان شاء الله نكونوا في نهارنا في نهارتنا وان شاء الله نبريباريو بيان باسكو لازمنا تياتر دوك شغل تكاليفينا مي لازمنا دوك يخصنا تياتر ان شاء الله لاكوب دافريك غادي ندخلوا لها بقوه ان شاء الله. رمضان كيف راك تقضي في يومياتك في مدينه الصيف يعني كيف راك تقضي نهارك هل قداك تنوض واش راك تحب تفطر بعد الافطار والله ماني قلت لك نسهر بالي كل صباح ما نقدرش نسهر في الحومه يعني في طنجه بينسهر مع اصحابي نسهر برا مع اصحابي في الكارتي حتى ما توحشتني قلت لي اسمع تجي غير تفطر برك اسمع سحور برا يقول لها معليش شويه عليك وشويه عليهم حتى انا صحابي ثاني ولو بزاف يسالوا فيك بيسير ولو بزاف يسالوا فيا ومن بعد نرقد نوض مع الظهر نصلي الظهر ومن بعد نقعد في الجامع حتى صلاه العصر نصلي العصر ومن بعد نخرج راك تعرف مرشي منا دور منا شويه تقضي شويه نروح نقضي شويه لازم ماشي نقضي زعما هكذا برك المهم نلقى مندير نبدا نهز صاحبي ونروح نقضي انا وياه وبعد الفطور تفطر واش تحب تاكل في الفطور يعني الحاجه الاولى هي الشربه باسكو شربت شربه العجوز شربت امانه نحبها بزاف منو كنت مانيش من جور اللي ياكل بزاف شربت في رمضان ناكل في الليل بالك بعد الفطار بعد نخرج نروح القهوه من بعد نريح مع اصحابي ديما في الكار انا ديما في ثمانيه يعرفوني كامل يجوا قدامي وديما يجيو لي الناس يعني يحبوا يجيو يصوروا ناس عندي بزاف من صحابي حبايبي كذا يجيو يطلعوا عليا ديما نتلاقى بهم ديما هاك راك تعرفوا دي فوا الوالي كيما المره الاخرى تلاقيت مع الوالي في الحفلات هذوك سينون ديما 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 وين نسكن اكيد دوكا الولايه حتى الولايه ما بقيتش تعرفك يعني كل ما تكون عندهم حفله في اطار ثوري او احتفالي او اي مجال اخر تكون انت معرض يعني ديجا في 5 جوي عرضوني بيان سير كي عرضوك لازم تروح باسكو الله غالب انا وصلت روحي لهذاك فاهم مي نورمال بيان سير كي نكون في ستيف ما عندي حتى مشكل نحضر وين يعيطوني نروح ما كانش مشكل. واش تحب تقول في الاخير يعني حاجه تحب تقول؟ والله يعني واش راح نقول يعني نشكر بزاف يعني السلطات يعني الولاية ولي ولاية سطيف يعطيه الصحة يعني رحب بيا وكرمني واستضافني يعني يعطيه الصحة الناس كامل اللي فرحوا لي الناس كامل اللي جوا عندي للدار حبيبي ميم اللي ما شفتهمش داري محلولة للناس كامل مرحبا بكم وش نقولهم يعطيهم الصحة يعني صغار كبار رجال حتى تشوف يعني عجيز كبار يعيطوا لي في التليفون يعني يعيطوا لي ولادهم ويعقبوا لي يدعوا لي وما بدعاويهم الحمد لله يا ربي اللي وفقني نقول لهم يعطيكم الصحة وصحة رمضانكم وإن شاء الله تلقوا في مواعيد أخرى إن شاء الله إن شاء الله يا ربي يعطيكم الصحة ميم توما يعطيكم الصحة سيمي فارس وشتي خالد ميمكم ورا الكاميرا ميم نسيبكم يعطيكم الصحة.